الكلاب في شيء جايز. يقول لك المشكلة في عصر الكري طالب بالمسجدات، المشكلة الكبرى انك تبدوي في نفس الوقت في عصر هاك الموضة والجديد باخر الصراعات تتغير ولا ابقى في مانع عليه. كيف تبيني هالمستوب؟ ما هو كانت حياتي وهذه اختياراتي. هاي شهد. ها حبيبي. احنا اتفقنا نخرج ذاك المكان صح؟ بعدك جات كنسلة. فأنا ما أدري إيش هيعرفني. صح؟ يلا الصلاة. أها. أيوة طيب. نواف. يلا الصلاة. طيب طيب يا أمي طيب. الله أكبر. بنتي تركت تتلك شعر ايه راحت راحت اها طيب قولي انت شافصه ثانكس طب يلا في السريع متى حنطلع بسرعه ها لا الصباح بكين ازاي مره تمام مره تمام لا اله الا الله لا فاكر كيف تبيني البس ثوب أنا بدي أنا توت هذه كانت حياتي وهذه اختياراتي الله أكبر الصلاة يا عم روح ايش التمسيكة دي الدوران حول شجرة يابسة حيث كان بيكيت أتى إلى برشلونة الإسباني بموجب عقد يمتد لأربع سنوات اتضم الغالي أهلا وسهلا سلم عالي يا بنتي يلا الصلاة يا بنتي الصلاة ما علي صلاة